مساء سعيدا لكل احبتي متابعي الشوط الثالث في كل مكان، احييكم احلى تحيه كالمعتاد، اخذكم للتعرف على اخر المستجدات والمتابعات الرياضيه التي نضعها امامكم اولا باول. للتذكير بامكان جميع مشاهدينا الاحبه متابعه الحلقه الان على الهواء مباشره عبر صفحه التواصل الاجتماعي فيسبوك والصفحه الخاصه بتلفزيون الشرقيه. جوله الشوط الثالث نبداها من اهم العناوين. السلوفيني كاتانيتش يدعو 28 لاعبا للدخول في معسكر المنتخب العراقي في قطر استعدادا لمباراتي فلسطين والصين الوديتين قبل الدخول في نهائيات الامم الاسيويه في الامارات بدايه العام الجديد. في سباق تعدى حاجز الألف مشارك ومشاركه، بغداد الحبيبه احتضنت ماراثون الاطفال الايتام في تجربه انسانيه تهدف لنشر روح الرياضة والبسمة بمشاركة واسعة ضمت شريحة من الرياضيين والفنانين. ونادي الشرطة الرياضي يخطف بطولة شهداء العراق المفتوحة بالجودو في باكورة نشاط الاتحاد الجديد. الشوط الثالث يحاور مدرب المنتخب الوطني بالجودو أحمد جاسم عن طبيعة هذه البطولة. أهلا بكم أحبتي المشاهدين. دعا كاتانيتش مدرب منتخبنا الوطني 28 لاعبا للدخول في معسكر الدوحة، واللي من خلاله راح يخوض منتخبنا الوطني مباراتين أمام فلسطين وأمام الصين قبل الدخول في معترك نهائيات الأمم الآسيوية اللي راح تحتضنها دولة الإمارات العربية المتحدة في السادس من كانون الثاني بداية العام الجديد. كاتانيتش أفصح عن القائمة اللي ضمت عددا من اللاعبين اللي راح نذكر أسماهم، وهم بالتحديد لحراس المرمى جلال حسن ومحمد قاصد محمد حميد وفهد طالب، بينما ضمت قائمة خط الدفاع ولسالم سامح سعيد على أمهاوي أحمد إبراهيم علي فائز ريبين سولاقة وأحمد عبد الرضا وسعد ناطق وعلي عدنان وفرانس بطرس. أما خط الوسط فكان من ضمن القائمة همام طارق أحمد ياسين صفاء هادي بشار حسين أسامة رشيد أمجد عطوان مهدي كامل حسين علي وعلي حصني. وخط الهجوم ضم مهند علي مهند عبد الرحيم ايمن حسين محمد داود وعلى عباس. وسيلعب المنتخب العراقي في المجموعه الرابعه بكاس اسيا اللي راح تضم ايضا منتخبات ايران وفيتنام واليمن. كل الموفقية لمنتخبنا الوطني في منافسات هذه البطولة. للتنويه برنامج الشوط الثالث عبر مجموعة قنوات الشرقية سيكون بإذن الله تعالى معكم أولا بأول في تغطية شاملة لمنافسات بطولة كأس الأمم الآسيوية عبر استوديو تحليلي يومي لمباريات منتخبنا الوطني. طبعا سنبدأ من يوم غد إن شاء الله بجمع المعلومات الخاصة بمنافسات البطولة منتخبنا الوطني وين راح يلعب. طبعا احنا راح نلعب في دبي وأبوظبي والشارقة أمام فيتنام واليمن وإيران. أيضا راح نكون معاكم في أدق التفاصيل لمنافسات بطولة كأس الأمم الآسيوية. اخترنا لكم هذا الفاصل الخاص ببطولة الأمم الآسيوية اللي راح تنطلق بدولة الإمارات العربية المتحدة. نتابع.
إذن كل الموفقين لمنتخبنا الوطني وبقية الدول العربية الشقيقة اللي راح تشارك في منافسات هذه البطولة. نعود إلى آخر متابعاتنا الرياضية، احتضنت إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وقاع المؤتمر الخاص بمنتدى الإمارات الرابع للثقافة الرياضية والذي أقيم تحت عنوان الرياضة في رؤية القائد الشيخ زايد طيب الله ثرى. طبعا جمعية الرياضيين في دولة الإمارات العربية المتحدة هي من أشرفت على هذا التنظيم، وعقد المنتدى في حرم الجامعة الأمريكية بدبي وسط حضور كبير وعدد كبير من المهتمين من مختلف الجهات ذات العلاقة، حيث تم تكريم الشخصية الرياضية الإعلامية العراقية الدكتور علي سماكة وعدد من الشخصيات الرياضية على مستوى دول الخليج وبقية الدول العربية خلال المنتدى، بجانب عدد من الشخصيات الكبيرة الرياضية الحاضرة في هذا المنتدى بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما تم تكريم عدد من الشخصيات في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى شخصيات رياضية من البحرين. طبعا شيء جميل أن يتم تكريم شخصية رياضية أكاديمية عراقية في هذا المنتدى الكبير اللي ضم عدد من الشخصيات الرياضية على مستوى دول الخليج والدول العربية. أكيد الكل يعرف الدكتور علي سماكة الشخصية الرياضية الأكاديمية المهنية، وهو زميل إعلامي إلى بصمة طبعا في مسيرة كرة السلة العراقية، وأشرف على تدريب المنتخبات الوطنية لسنوات طويلة وكانت له بصمة في مسيرة الإعلام الرياضي العراقي. هو الآن طبعا دكتور في الجامعة الأمريكية في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تم تكريمه وهو هذا التكريم مفخرة للشخصيات الرياضية العراقية. يسعدنا أن ينضم معنا في هذا الاتصال الهاتفي من دبي وعلى الهواء مباشرة الدكتور العزيز علي سماكة في هذا الاتصال الهاتفي. دكتور مرحبا بك ضيفا كريما في الشوط الثالث عبر الشرقية نيوز، ألف مبروك هذا التكريم. في الحقيقة شكرا جزيلا أستاذ محمد الناصر لسعادتك على هذا البرنامج الرائع وعلى هذا التقديم، وحقيقة أنت رائع في كل شيء. الله يحفظك. كما عرفتك يعني إعلاميا قديرا وخبيرا ومحترفا ومهنيا. الله يحفظك. ومن خلالك حقيقة أستاذ محمد أنا شكر خاص إلى زميلي الإعلامي المحترف سعد البزاز وقناة الشرقية التي دائما سباقة باحتضان الكفاءات العراقية أينما كانت. ألف مبروك دكتور، يا ريت تتحدثنا عن طبيعة هذا المهرجان والمنتدى اللي طبعا أقيم في دولة الإمارات العربية، ونحن شعرنا بفخر كبير عندما يقف شخصية عراقية لتتلقى جائزة أسوة بباقي الشخصيات الخليجية، يا ريت تتحدثنا دكتور عن هذا التكريم. الحقيقة سعد محمد جمعية الرياضيين الإمارات هي واحدة من أهم الجمعيات التي تختص في الرياضة وتحتضن جميع الرياضيين القدامى والحاليين والمبدعين عربيا وعالميا وأولمبيا. الحقيقة يعني الشخصيات اللي حضرت هذه المرة شخصيات لها بصماتها في تاريخ الرياضة العربية وإثرائها أيضا. بالإضافة إلى جمعية الإمارات الرياضية، هناك اتحاد العربي للثقافة الرياضية هو أيضا ساهم في وضع المعايير لاختيار هذه الشخصيات الرياضية. كما تعرف يعني واحد من الشخصيات المهمة هو معالي المستشار تركي آل الشيخ هو رئيس الهيئة العامة للرياضة والشباب في المملكة العربية السعودية ورئيس اللجنة الأولمبية، شخصية معروفة وإلها فقلها في الوسط الرياضي العربي وحتى الدولي. كذلك كان من ضمن الشخصيات المكرمة سمو الأمير الملكي طلال بن بدر رئيس المجلس الأولمبي العربي، والحقيقة أنا أتحدث معك وهو أمامي يعني لأن احنا جالسين في اجتماع اللجان الأولمبية الوطنية العربية لمناقشة مستويات أعمالهم، وكذلك يعني كان هنالك تكريم لبعض الشخصيات الأولمبية. نعم شيخ عيسى. شيخ عيسى بن راشد. نعم. آل خليفة أول رئيس رياضة
في دول مجلس التعاون الخليجي، ويسمى شيخ الشيوخ يعني نعم. في الرياضة نعم. العربية والخليجية، يعني وجوده مع هذا. فبالإضافة إلى الأخ علي أحمد الإعلامي والمعلق الرياضي المعروف ومحمد الجوكر، وأنا أيضا اخترت أن أكون الشخصية الأفضل عربية أسهمت في إطراء الرياضة الإماراتية على مدى 20 سنة. يعني سعيد جدا دكتور علي، شخصية عراقية تصل لهذا المستوى، وهو مصدر فخر أنك إعلاميين كشخصيات رياضية كشخصيات إعلامية، لأن أنت ابن الإعلام وابن الرياضة، وبالتالي هذا الموضوع يعني سعدنا وفرحنا كثيرا. باختصار دكتور، يعني أكيد أن لقاء إن شاء الله تكون ضيف كريم وعزيز في برنامج الشوط الثالث عبر الشرقية نيوز، ماذا شكل لك هذا التكريم وأنت تقف مع هذه الأسماء الكبيرة من الشخصيات الرياضية العزيزة؟ الحقيقة من يعني شكلني، ذكرني بأشياء كبيرة أستاذ محمد، ذكرني بجمهور الرياض الطيب، بشعب العراق العظيم، ذكرني أنه هذا البلد اللي رباني وأسسني رياضيا يعني في العراق، أنا كرمت في الإمارات. فهذا شيء كبير، يعني أنا تأسست في العراق كخبرة رياضية لكنني كرمت في الإمارات، بس مع هذا التكريم وهذه الخبرة اللي قدمتها للرياضة الإماراتية وما اكتسبتها من الرياضة الإماراتية أيضا، هي رهينة ودين علي أن أقدمها إلى الرياضة العراقية متى ما أرادت وفي أي وقت، يعني أكون أنا رهن الإشارة في تقديمها إلى الرياضة العراقية بإذن الله تعالى. أنا يعني أتقدم لك بالشكر الجزيل على تواجدك معي، وأرجو أن تنقل تحياتنا الحارة إلى جميع الإخوة والسادة الحضور على هذا التكريم، متمنيا لحضرتك المزيد من الإبداع والتألق، وأكيد هذا الإنجاز هو تكريم للرياضة العراقية عموما، أن يتواجد شخصية بمثل شخصية الدكتور علي سماكة، رجل الغني عن التعريف في المجال الإعلامي والمجال الرياضي، وهو الآن أستاذ جامعي في الجامعة الأمريكية في دبي، وأيضا الرجل هو داعم للرياضة الخليجية وبالتحديد رياضة دولة الإمارات العربية، اللي أتمنى له الموفقية والنجاح. أيضا أحبتي المشاهدين، نعود إلى ملعب الشعب الدولي حيث لقاء ديربي بغداد والذي جمع الكبيرين الزوراء والطلبة. هذه المباراة اللي حضرها جمهور كبير رغم انخفاض درجة الحرارة وهطول الأمطار، إلا أن المباراة كانت جميلة بكل المقاييس. استطاع فريق الزوراء من تسجيل الهدف الأول عن طريق مهند عبد الرحيم بضربة الرأسية في الدقيقة 37 من عمر المباراة، لكن مروان حسين اللاعب المهاجم لفريق نادي الطلبة استطاع بتكرار نفس السيناريو اللي سجل به مهند عبد الرحيم هدف الزوراء أن يعيد كفة المباراة إلى التعادل ويسجل هدف التعادل لفريقه الطلبة في الدقيقة 47 من عمر المباراة. طبعا هذا التعادل أوصل فريق الزوراء إلى النقطة 21 وتراجع إلى المركز الرابع، تاركا الصدارة إلى فريق الشرطة ومن بعده فريق الكرخ ثم الجوية وبالتالي فريق الزوراء. وفريق الطلبة طبعا بهذا التعادل أصبح في المركز التاسع برصيد 13 نقطة. طبعا الموفقية لفريقي الزوراء والشرطة في تقديم عطاء أفضل، لكن الزوراء بحاجة إلى إعادة لتقييم مستوى وهو مقبل على مشاركة آسيوية. أيضا إلى البصرة الحبيبة وانتخابات الجمعية العمومية لنادي الميناء الرياضي، أخيرا وبعد طول انتظار انتخبت الجمعية العمومية والهيئة العامة لنادي الميناء رئيسا جديدا لها، إذ انتخب النجم الدولي السابق الكابتن هادي أحمد رئيسا جديدا للهيئة الإدارية لنادي الميناء الرياضي خلال الانتخابات التي جرت في مدينة البصرة يوم أمس. الانتخابات جرت في قاعة نادي الميناء الاجتماعي وفق القانون 18 لسنة 86 والمعدل بقانون 37 لسنة 88 وبحضور ممثل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، واستمرت الانتخابات 13 ساعة.
حيث شارك فيها 487 عضو من الهيئة العامة، وانسحب 4 مرشحين منها وتنافس 34 شخصا. وحصد هادي أحمد على 306 أصوات، كريم سالم على 259، نزار طه 272، جهاد مدلول 240، طاهر بلص 238، علي طالب 228، نبيل عبد الأمير 218، أحمد حامد 207، علي كاظم 194، أخيرا محمد جابر 187 صوت. كل الموفقية للكابتن العزيز هادي أحمد أن يقود سفينة السفانة الميناء إلى بر الأمان بعد النتائج المخيبة للآمال، المشاكل الكبيرة اللي حثت، صراع على كرسي الرئاسة ما بين الإدارة السابقة اللي ولدت الكثير الكثير من المشاكل، لكن لله الحمد عاد هادي أحمد رئيسا لإدارة الميناء، وأكيد رح نفتح النقاش معه قريبا لمعرفة برنامج الانتخاب الجديد وإنقاذ واقع فريق الميناء. إلى بغداد الحبيبة سادتي المشاهدين، ومشاركة واسعة فاقت 1000 مشارك، ومشاركة لجميع الصنوف ولجميع شرائح المجتمع العراقي. منظمة الغد المشرق نظمت سباق ماراثون الأطفال والأيتام، واللي حمل خطوة صغيرة كبيرة، هذا هو الشعار اللي حمل ماراثون بغداد، واللي أشرف على تنظيم هذه المنظمة في تجربة إنسانية رياضية تهدف لنشر الروح الرياضية ورسم البسمة على شفاه الأيتام. طبعا هذا الماراثون حضر نخبة من الأكاديميين والرياضيين والفنانين، يهدف إلى تعزيز مكانة الأيتام كشريحة أساسية في المجتمع وإعطاهم الدعم الحقيقي من خلال اتخاذ الخطوة الصغيرة الكبيرة في نفس الوقت اللي هي إشراكهم في الحياة بشكل طبيعي وتوجيهي إلى تحقيق أحلامهم. هذه اللقطات اللي تشاهدوها طبعا بعدسة فريق عمل الشوط الثالث وزميلنا محمد الخفاجي وأيضا مصورنا المبدع ياسر جمال اللي كانوا حاضرين، وهيئ لكم هذه اللقطات وهذه اللقاءات عقب ماراثون الأيتام في بغداد الحبيبة، وهذه اللقطات اللي تشاهدوها في شارع أبي نواس بمشاركة واسعة لشرائح المجتمع. نتابع هذه اللقاءات. تقام اليوم فعالية خطوة صغيرة كبيرة بمشاركة أكثر من 1000 طفل من عموم مدارس العراق الأهلية والحكومية، وكذلك عدد كبير من الأيتام. بالحقيقة هذه الفعالية كانت من أجل النهوض بواقع العملية التربوية والتعليمية، خصوصا فيما يتعلق مادة التربية الرياضية. الهدف الأكبر وهو أن من حق الجميع التمتع بالجسم السليم والتمتع بالرياضة في هذا البلد. دعم أيتام العراق لدعم الطفولة، تعرف جنابك العقل السليم في الجسم السليم، واهتمامنا بالرياضة كمركز تنمية الإبداع، واهتمام مشاركة الأطفال. اليوم شارك أكثر من 1000 طفل عراقي من جميع مدارسنا يعني مشاركة الطفولة وإبراز أهمية الرياضة للطفل. شاركت هذا اليوم الماراثون باسم الغد المشرق لرعاية الأيتام، وهذا أيضا نتيجة للتحفيز الرياضي والثقافة المجتمعية الرياضية. كان مشاركة حلوة ونداء الفوز، حصلت المركز الثاني، نداء الفوز لعوائل الشهداء والمتطوعين والقوات الأمنية ساهمت بنجاح هذا الماراثون، كان ماراثون جميل جدا. إذن كل الموفقية لمن أشرف على هذا الكرنفال الرائع الجميل، وأكيد إحنا بحاجة لتقييم هذه الشريحة ودعمهم وإعادتهم إلى الحياة، شريحة الأيتام والأطفال اللي عانوا ما عانوا جراء عمليات الإرهابية والظرف اللي شهد البلد. فأتمنى الموفقية والنجاح لكل من الحقيقة يفكر ويحاول أن يقدم شيء إلى المجتمع العراقي. سادتي المشاهدين،
إلى بطولة شهداء العراق اللي نجح اتحاد الجودو أن ينظمها في باكورة أعماله، واللي من خلالها شارك العديد من الأندية الرياضية، واستطاع فريق الشرطة من خطف لقب البطولة بعد حصوله على 6 ميداليات ذهبية. منافسات بطولة شهداء العراق التي جرت يوم السبت استطاع فريق نادي الشرطة من خطف لقبها تاركا مركز الوصافة لمنافسه فريق الجيش. مراسل الشوط الثالث أكد أن فريق الشرطة خطف لقب بطولة شهداء العراق اللي اختتمت السبت بحصوله على المركز الأول تاركا الوصافة لنادي الجيش، وأضاف أن الشرطة حصد 6 ميداليات ذهبية للأوزان 55 و66 81 90 و100 كيلوغرام، وفوق 100 فيما حصد لاعبو فريق الجيش 6 ميداليات، 1 ذهبية 2 فضية و3 برونزيات. وأوضح أن فريق السكك تمكن من إحراز المركز الثالث بحصوله على 2 ذهبية و1 برونزية، لافتين إلى أنه فريق الثورة الكركوكلي تمكن من إحراز المركز الثالث مكرر بحصده 4 ميداليات 3 منها فضية و1 برونزية. هذه اللقطات اللي تشاهدوها طبعا لمنافسات هذه البطولة اللي نظمها اتحاد الجودو وحضرها السيد رئيس اتحاد الجودو عدي الربيعي، بالإضافة إلى أمين عام اللجنة الأولمبية حيدر حسين علي الجميلي. أيضا زميلنا محمد الخفاجي أجرى هذه اللقاءات مع عدد من المعنيين والمشرفين على منافسات هذه البطولة. على بركة الله قام الاتحاد العراقي المركزي للجودو بإدارته الجديدة بطولة شهداء العراق المفتوحة، وعلى مدى يومين شارك في هذه البطولة أكثر من 26 نادي يمثلون 7 إلى 8 محافظات. كانت مشاركة واسعة جدا الحقيقة، اللي يعني فاجأنا وجود العديد من الطاقات الشبابية الواعدة اللي حقيقة أتأمل خلال الموسم القادم إن شاء الله نحاول نستثمرها أفضل استثمار. اليوم الثاني على التوالي تتواصل منافستها، وقد بلغت ذروة منافساتها من خلال تأهل الأندية لها تاريخها ولها سمعتها باللعبة أمثال الشرطة والجيش والنجف وديالة والحسنيين. هذه الأندية برز منها لاعبين مؤهلين لارتداء بدلة المنتخب الوطني بعد أن قدموا مستوى عالي جدا، رغم أنه اللعبة ابتعدت كثيرا بحدود 4 سنوات عن الظهور في البطولات المحلية، إلا أنها عاودت الآن نشاطها من خلال هذه البطولة الأولى بعد انتخاب الاتحاد العراقي المركزي. طبعا هذه البطولة جت من كسل الاتحاد السابق، احنا اخر بطولة اقامها الاتحاد السابق سنة 2014، اليوم هذه اول بطولة اقيمت في زمن هذا الاتحاد الجديد. طبعا هذا اشتراك 26 نادي مختلف انحاء العراق. اليوم البطولة المسلك وخامات ترفد المنتخب الوطني، وان شاء الله نعاهد كل هيئتنا العامة رياضينا اختصاص الجودو انه يعني نرتقي بلعبة الجودو الى مصاف دول متقدمة. إذن شكرا لزملائنا فريق عمل الشوط الثالث، ومبروك لفريق الشرطة وبقية الأندية المشاركة في منافسات هذه البطولة. طبعا يسعدنا أن نفتح الحوار مع ضيفي الكريم، هو مدرب نادي الشرطة ومدرب منتخبنا الوطني صانع الإنجازات للعبة الجودو في العراق الكابتن أحمد جاسم، المتواجد معنا الآن في استوديوهاتنا من بغداد وعلى الهواء مباشرة عبر الأقمار الصناعية. كابتن أحمد مرحبا بك ضيفا كريما في الشوط الثالث، وألف مبروك فوزكم بلقب بطولة شهداء العراق بالجودو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم كابتن. عليكم السلام. أشكرك أنا. طبعا إحنا متعودين عليك دائما كل إنجاز إذا خارج إذا داخلي نجي يمك، وإن شاء الله الحلقة تصير جميلة بوجودك. إن شاء الله بوجودك كابتن أحمد. أكيد خطوة مباركة ورائعة لاتحاد الجودو العراقي الجديد تحت قيادة الدكتور عديد وزملائه أن ينظموا هذه البطولة بعد أن عجز الاتحاد السابق على تنظيم أي نشاط، وهذا ما تحدث به أعضاء اتحاد الجودو. من العام 2014 ما عندكم ولا بطولة محلية، هذه البطولة الأولى اللي شهدت مشاركة واسعة تكللت بتتويج فريق الشرطة اللي حضرتك تشرف عليه بطلا لبطولة شهداء العراق. يا ريت تحدثنا عن طبيعة هذه البطولة. طبعا أستاذ محمد، البطولة يعني علمنا على فترة قصيرة بإقامتها واستعدينا. تعرف هي البطولة صارت الجمعة والسبت يومين 7 و8، بس احنا يعني انا واحد من الناس تفاجأت في مشاركة اللاعبين وعدد الفرق واللاعبين، وصارت منافسة لان صارت مفتوحة
اشتركوا بهم الشباب والمتقدمين، وفعلا يعني لقينا فرق ولاعبين من الشباب خامات جيدة إذا صار الاعتناء وزجهم ويا المنتخب والمعسكرات الخارجية راح يصير لهم شأن في يعني المستقبل القريب. نعم. طبعا تعرف احنا نادي الشرطة مو جديدة يعني انجازنا، والحمد لله والشكر يعني نادي الشرطة هو يمثل الانجاز العراقي، يعني لاعبيه هم المنجز، اذا لاعب اولمبي، اذا بطل اسيا، اذا عرب، كلهم موجودين. وتعرف احنا الحمد لله والشكر ونشكر احنا الهيئة الإدارية طبعا هم ويانا حضرة البطولة، وان شاء الله يعني القادم افضل ان شاء الله. اكيد كابتن احمد حضرتك الان عدت بجدارة واستحقاق مدربا للمنتخب الوطني بالجودو، وهذه البطولة يمكن راح تكون فرصة جيدة لحضرتك وكادرك المساعد على كشف عدد من المواهب، لا سيما انه المشاركة كانت فاعلة، الشرطة، الجيش، السكك، الثورة الكركوكي وعدد من الأندية. فبالتالي نريد نتعرف على نظرتك الواسعة لهذه المواهب اللي أفرزتها هذه البطولة. طبعا سالم محمد قلت لك هاي البطولة فعلا يعني أفرزت، وتعرف من يجي لاعب انه هو صار لمدة ملاعب ويريد يثبت جدارة اذا كان من الشباب او المتقدمين، ففعلا يعني وجود خامات، بس احنا يعني يراد لنا شغل، وشغل يراد لنا يعني هم لموسم القادم. يعني انا واحد من الناس اذا يتكلل بمعسكرات احتكاك يصير اكثر، يعني نعم. تعرف هسه انت تدزه بطوله، ايش تكشف عن موهبته البطوله اذا لعب ويا بطل عالمي او كذا وخسر خلال 10 ثواني، انت حتى نفسيته هذا يعني يتعدى. بس من الزجه بمعسكرات تروح من عند الرهبه يلعب ويا الواعبين عالميين، اذا كان معسكر في جورجيا، اذا معسكر باوروبا، اذا اوزبكستان، اذا ايران، هم هذول ابطال عالم. فيراد لنا شغل، يعني احنا انا واحد من الناس من منبرك ادعي احنا ما لنا شغله بالشغلات الاداريه وكذا، اتمنى اني اكو بعض الانديه ما اشتركت، انا ما اريد اقول فلان وفلان، يا اخي اجي اشترك، هذا لاعب، هذا ما اشترك سنه سنتين، هذا بعد شيء ما تحصل من عنده شيء. فاتمنى من اللي ما حضروا او ما اشتركوا، منو اللي مشارك المقبلة كابتن ابو همام، خلي يشاركون، خلي منو اللي مشارك وشنو اسباب عدم مشاركته؟ والله كابتن هي يعني ما اقدر اقول لك شنو الاسباب، بس احنا شو نقول؟ نعم. نقول احنا ما ان شغله نتجرد انه اذا رئيس اتحاد صار فلان او فلان، احنا هاي لعبتنا، احنا نريد يعني قصدك العفو اكو انديه تضامنت مع رئيس الاتحاد السابق وبالتالي اعلنت عدم مشاركته اعتراضا على الاتحاد الجديد، يعني هيك تريد توصل لي؟ كابتن مو اوصل لك، هاي حقيقه، بس يا انديه هاي يا انديه ما لهم علاقه، يعني اكو انديه مثل عندنا من الفرات الاوسط، اكو نعم. انديه من الجنوب، فهاي احنا ما لنا علاقه بها. يعني انا استذكرك بموقف التحاضره، انا من شنت نادي الشرطه وعلى خلاف مع الاتحاد، لا اجي فريقي اخش اخذ اول واطلع، انا مالي شغله بالخلافات، أنا هذا اللاعب هذا صاحب إنجاز للعراق، قاعد على شنو؟ ما حسبه، ما توقف الرياضة حتى على أبو همام، ما توقف على أي واحد، إحنا مجرد يجي يشترك يريد يرفع العلم، هذا هو اللاعب طموحه وراء بطولة العراق، شنو طموحه؟ طموحه منتخب، يريد يشارك، يريد يجيب نتيجة. نعم. فنتمنى إحنا هاي نريد نبدي بداية جيدة، إحنا ما لنا علاقة بالشغلات الإدارية. نعم. نريد احنا نريد يعني بطوله، والله بطولك صارت جميله وحلوه، وشيء ثاني شكو لاعب قديم، شكو مدرب قديم، شكو هاي كلهم جو قعدوا وقدموا وكرموا وحكوا ويانا، فنتمنى ان شاء الله الكل نرجع عائله واحده ويجون يلعبون ويجون، باكر عقب ادعي منتخب وطني، انا ايش علي انه فلان وعلان يجي، هذا بلد عراق فوق كل التسميات مالتنا واسامينا وكذا، المفروض نذوبها ونجي، هي هاي هذا المطلوب. نعم. طيب انت حضرتك الان تعتبر نفسك اكبر المتضررين في حاله عدم ارسال لاعبين من الانديه اللي ذكرتها لغرض التواجد مع المنتخبات الوطنيه، لا سيما انه هاي الانديه وهاي محافظاتنا العزيزه ايضا تضم عدد كبير من اللاعبين اللي ممكن ان يكونون اضافه للمنتخب الوطني، وبالتالي القضيه مو قضيه شخصيه، هاي قضيه وطن، وبالتالي الاتحاد عندما عمل هذه البطوله اكيد هي اعداد للمنتخب الوطني واختيار العناصر الكفؤة، مو هذا الحكي كابتن أحمد؟
كابتن محمد هذا حكيك صحيح والله العظيم. يعني انا راح اقول شغله وكلهم يعرفون اهل الجودو. انا بالنسبه لي وعلى على على كل الاعلام وعلى كل الجودو والرياضه يعرفون انا ورا الاولمبيات تضررت، ابتعدت عن المنتخب، بس ما بطلت، ما تركت فريقي. يعني حتى نفس الفريق مالتي يروح للمنتخب الوطني هو نفس نادي الشرطه، وجبت انجاز ولعبت وظليت العب بطولات وافوز. فهي هاي يعني شو علي بالتسميات؟ انا اللي يخدم العراق اجي، ما لي علاقه بالامور الثانيه. وانت فني، شو لك شغله بالاداري؟ يعني ثاني نادي الشرطه اذا طلع رئيس نادي ابطل؟ انا فوق ال 15 رئيس نادي ومشتغلت، صار 20 سنه درب نادي الشرطه والحمد لله شكر اول. فما لي شغله برئيس نادي او من السر او نائب رئيس اداريه، انا اجي اشتغل، اجي انتج. طيب الان حدثنا كابتن احمد على ضوء هذه البطوله شنو برنامجك الجديد؟ لان حضرتك انت تسلمت مهمه المنتخب الوطني وهي ليست بالغريبه على احمد جاسم، صانع الانجاز، صانع المواهب. اكيد الان انت عندك منهاج قدمته للاتحاد، فما اعرف نتائج هذا المنهاج، هل سيطبق؟ يا ريت تضعنا بالصوره كابتن. والله كابتن يعني احكي لك صراحه لحد الان احنا يعني ما صار اجتماع ويا الاتحاد وما قدمنا شيء، بس احنا قلنا احنا خاتمه هذا الموسم هي البطوله حتى نعرف احنا اللي عندنا اللاعبين اللي بيهم امكانيه، اللي شباب، اللي حتى الناشئين نقدر ننزجهم حتى نسوي لنا فد قاعده رصينه. تعرف احنا اذا بدون الفئات العمريه انت الوطني يعني ايش قد يريد يلعب لك او ايش قد يغادر. فاحنا ان شاء الله يعني عندنا قاعده مع الاتحاد ونحط النقاط. احنا حتى مو بعيده يعني 2020 مو بعيده اذا يتاهل عندنا واحد، وعندنا خامات، عندنا مثل حسين علي حسين، البطل علي حسن، عندنا محمد ستار، عندنا سجاد، عندنا ويا الفرق، عندنا هادي، عندنا هوايه كاظم اسامي هوايه يعني العفو اذا تغيب عني، اكو امكانيه نقدر. فيراد لنا شغل، يراد لنا عمل. فان شاء الله الاتحاد وعدنا خير، تصير لنا قاعده على اساس الاسبوع المقبل. نعم. ونحط يعني الامور كلها ونخليها من ضمن تخطيط سليم ان شاء الله باذن الله تعالى. اعود الى اجواء البطوله كابتن، انتم نادي الشرطه متسيدين البطولات على مستوى العراق، منو الانديه اللي نافستكم واللي من خلال نظرتك حسيت انها تمتلك الكثير وممكن تصل الى مستوى لاعبي نادي الشرطه؟ طبعا بالحقيقه يعني احنا من عدد الشرطه اللي دائما المنافس الحقيقي هو نادي الجيش، ونادي الجيش يعني فريق جيد ومدرب شاب الكابتن حسام، نتمنى له التوفيق والنجاح، ودياله كابتن هم علي صبار مدرب شاب، ونتمنى كان مشاركه كربلاء فريق جيد ويمتلك هم خامات ومدربه الاستاذ ظافر، وفرق هسه يعني طلعت انه نادي السكك هم نافس واخذ ثالث. نعم. وعندنا يعني فرق كثيره، يعني عندنا لاعبين هم من العماره هم مع الاسف ما جا اشترك، هم هذا يعني الى مستقبل ان شاء الله. وقلت لك احنا نادي الشرطه الحمد لله وشكر يعني تعرف انت عاصرتنا، بدينا من السنه الجديده 2018 بحصول البطل الاولمبي حسين علي الميداليه الذهبيه انديه عربيه، ثم الى تونس الشرطه العربيه البطل يعني ان شاء الله نتمنى له الخير والموفقيه، وصعود الاولمبياد علي حسن بالميداليتين الذهبيه، ومحمد فوزي وسجاد ومحمد ستار، وبعدين ذهبنا الى بطوله السفير اللي احرزناها من المركز الاول، ثم ذهبنا الى بطوله جائزه الكبرى مال وزاره الشباب، ومن منبره كم شويه يعني وزاره الشباب مع الاسف يعني والله ما اقدر يعني هم كلمه صعبه شويه انه عيب انه 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 اخذنا المركز الاول، وكل الاتحادات الاثقال الالعاب القوه المصارعه احنا الجائزه لحد الان ما انطوا، وعلنوها الجائزه بوقتها وانطونا اللوحه انه اللي يفوز مركز الاول 10 والثاني يمكن 7 وخمسه ثالث، لحد الان لا كرموا ولا انطوا اي شيء من ضمن هذا المبلغ للمراكز هاي مع الاسف. اي واخر بطوله هي بطوله الشهداء هم احرزنا المركز الاول. نعم. فهاي مال وزاره الشباب استاذ محمد يراد لها متابعه من برنامجكم إن يعني شاء الله. ما اعرف والله شنو يعلنون عليها وشنو اللي حد الان تقول لي يقول لك يابا ماكو فلوس، ما اعرف شنو ماكو فلوس عمي، الخزينه خاويه يابا ماكو فلوس هسه، فينتظرون رحمه الله واحنا هم ننتظر. اذا هاي نجمع من رواتبنا نجمع من رواتبنا ونوزع الجائزه لعدي ذلك. كابتن احمد
الحقيقة أرجو أن تضعني والسادة المشاهدين شنو النشاطات اللي راح يقيمها الاتحاد اللي هي أكيد استعدادا لمشاركاتكم، وأتمنى أعرف مشاركاتكم على مستوى البطولات العربية الآسيوية، لأن احنا بصراحة الآن تواقين لتحقيق إنجاز للجودو تحت قيادة هذا الاتحاد اللي الحقيقة متفائلين خير به. طبعا كابتن احنا بالحقيقة إذا الاتحاد إن شاء الله إذا عمل على هاي الروحية احنا كل ما نكثر البطولات المحليه تعرف لازم يصير يعني يبرزون لاعبين الاحتكاك هاي اولا، ثانيا يراد لنا مده معسكرات، يعني تعرف احنا من نروح بطوله الجراند او هي الجائزه يعني هذول يجون على مستوى التنقيط الاولمبي ابطال عالم ابطال نعم. اسيا يعني ابطال افريقيا ابطال اوروبا، فتعرف صعبه انت تشترك بلاعب يعني قاعد لمده 6 أشهر او 5 أشهر هاي غلط، يعني انا اللاعب راح احطمه نفسيا راح اكسره يجي يخش لي يعني ما يطول 10 ثواني لا هاي يعني عيب حقنا، فنتمنى البطولات المحليه ترجع مثل قبل المعسكرات حتى نقدر نخوض شلون خضنا بحسين علي ومحمد ستار وتأهل عندنا واحد نقدر يعني يقدر يجاري ويوقف ويفوز وتأهل كبطل ما تأهلنا ككوتة نعم. فنتمنى إن شاء الله الاتحاد وعدونا خير ونشوف إن شاء الله بيهم خير نمشي على هذا ونجيب الإنجاز مو بعيد علينا بإذن الله. كابتن أحمد يعني يسعدني أن أسمع كلمة من حضرتك وأنت شخصية كبيرة ومعروفة في عالم الجودو والآن أنت مدرب للمنتخب الوطني، كلمة إلى من امتنع عن المشاركة وكلمة لمن يحاول أن يريد أن يقاطع اتحاد الجودو وهي على حساب جودو العراق ومكانته، فيسعدني أن أسمع كلمة عبر منبرنا وأنا سعيد جدا بتواجدك معي. كابتن بسم الله الرحمن الرحيم نبديها حتى بسم الله اللي هو ربك إن شاء الله يصف الأجواء إن شاء الله. وأتمنى أتمنى من هذا المنبر إذا السيد سمير وإذا الدكتور عدي وأتمنى يقعدون وما بيها أنه هذا رئيس وهذا طالع أتمنى ويرجعون ويشتغلون للعبة الجودو والرياضة العراقية وأتمنى من الخارجين أو اللي يقولون أنا فلان ويا فلان أو ويا فلان لا والله ماكو شيء تجي كنا ويصاف القلوب والله هو سبحانه وتعالى لا صفة النية هي النتيجة تجي تجي بجهود الجميع ما أريد أن أقول فلان ليش صار فلان يا أخي تعال اشتغل تعال اعمل يعني البوب كله مفتوحة أنا من أحكي لك أحكي لك كمدرب أخوتي المدربين خلي يجون يجيبون فرقهم وأي شيء إحنا حاضرين ما نريد نحسب إحنا ما لنا شغلة اللجنة الأولمبية اتحاد لاسيو اتحاد دولي هاي شغلات إدارية إحنا نريد نقيم حالتنا نريد نصعد لاعب احنا مو بعيدين يعني سعدنا احنا 3 أو 4 اذا نروح نشترك بطوله عرب يقول لك لا هذول للعراقيين لان فلان 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 هم يفوزون فعلا يا رب العالمين ان شاء الله الله يصفي الاجواء ويجون ويتوكلون على الله امين. انا اشكرك كابتن احمد جاسم مدرب منتخبنا الوطني نبارك لك جهودك واكيد اتضامن معك في هذه الدعوه ووجه كلمه عتب محب الى كل من امتنع عن المشاركه في هذه البطوله اللي حملت لقب غالي وعزيز هو شهداء العراق، فالحقيقة الخاسر الأكبر مثل ما تفضل أحمد هو الجودو العراقي الرياضة العراقية. يا جماعة عدي يروح سمير يجي سمير يروح فلان يبقى، ترى هذا الموضوع ما لنا علاقة به، إحنا كرياضيين نلعب لاسم العراق نلعب لاتحادنا نلعب لعبتنا، لأنه ما ممكن للرياضي أن يرتبط بوجود رئيس معين أو شخصية معينة، الكل ولد العراق والكل يردون اختلفوا بالرؤى اختلفوا بالجانب الإداري لكن تبقى لعبة الجودو، ما نريد ندفع ثمن لمهازل ارتكبت حق هذه اللعبة، هذا اللي أريد أقوله، وأتمنى أن لا تتكرر مأساة هادي علي في دورة الألعاب الآسيوية اللي للأسف الشديد راح شارك ببدلة ممزقة. سادة المشاهدين أتمنى الموفقية والنجاح لاتحاد الجودو وللرياضة العراقية، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي آمل أن نالت رضاكم واللي تجولنا في ملاعبنا العراقية على أمل اللقاء بكم يوم غد، أنقل لكم تحيات جميع زملائي ومن كان معي في استوديو البث الكنترول وزميلي مخرج البرنامج علي باقر ومني أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر، طبتم في أمان الله إلى حلقة الغد من حلقات الشوط الثالث أقول لكم في أمان الله.